المعلومات يمكن أن ينقذ الأرواح في كل بيت. دور تكنولوجيا المعلومات دونك لهيئة الأمم المتحدة، وهذا بفضل مجهودات الدولة الممنوحة للجميع. هذا الاحتفال يعني تعرض فيه جميع حصيلة النشاطات الحماية المدنية ومدى جاهزية قطاع الحماية المدنية في جميع التدخلات. كما يعني استفادت الولاية بفتح أو بوضع حيز الخدمة لوحدتين للحماية المدنية على مستوى بلدية حاسب بن عبد الله والثانية على مستوى بلدية رويسات، كما سيتم إن شاء الله في القريب العاجل في وضع حيز الخدمة لمركز إسعاف الطرقات بمنطقة قاسي طويل.